تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضية بالنسبة لليوم. البداية بكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن اليوم أنه يوم الأربعاء القادم الأربعاء 9 أكتوبر انطلاقا من منتصف النهار في القارة باش تنطلق عملية سحب القرعة الخاصة ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين باش تستضيفها كل من كينيا وغندا وتنزانيا من 1 إلى 28 فيفري 2025. تصفيات ستجرى على جولتين بين ذهاب وإياب قبل الوصول للنهائيات. الجولة الأولى بين 25 و 27 أكتوبر مباريات الذهاب والإياب بين 1 و 3 نوفمبر 2024، والجولة الثانية بين ذهاب بين مباراة الذهاب بين 20 و 22 ديسمبر والإياب بين 27 و 29 ديسمبر المقبل. إن شاء الله في انتظار تأكيد مشاركة منتخبنا الوطني من عدمها. نبقى مع كرة القدم محليا. غدوة تلعب مقابلة الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة تنطلق مدى ساعتين ونص في ملعب سليمان مستقبل سليمان يستضيف النجم الرياضي للسعلي وتحكيم لصدق السلمي. مباراة منقولة على القناة الوطنية الثانية تلفزيون. كل المقابلات كما العادة كما عودناكم باش يكونوا منقولين في رياضة وهداف عبر الإذاعة الوطنية. أيضا غدوة ماضي ثلاثة جملة من المقابلات في الملعب التونسي يستضيف نادي البنزرتي في باردو مباراة دور حضور جمهور وتحكيم لفرج عبد اللاوي. أيضا في نفس التوقيت ماضي ثلاثة في مجاز الباب الأولمبي الباجي يستقبل شبيبة العمران أيضا دور حضور الجمهور وتحكيم لنعيم حسني. في ملعب المتلوي نجم المتلوي يستقبل ترجي الرياضي للتونسي أيضا مباراة دور حضور الجمهور التحكيم لبديس بن صالح. ومنقولة تلفزيون عن قناة الوطنية الأولى في بنجنات اتحاد المناسيري يستضيف اتحاد من قردان وتحكيم لمنتصر بالعربي. في ملعب نجيب الخطاب اتحاد تاوين يستضيف مستقبل جابس والتحكيم لأمين فقير. في الطيب المهيري نادي الصفاقسي يستضيف قوافل قفصة تحكيم لخليل الجاري. وآخر مباراة في برنامج غدوة تنطلق الأربعة ونص في رادس النادي الإفريقي يستقبل ترجي الرياضي لجرجيسي تحكيم يسري بوعلي منقولة على القناة الوطنية الثانية. نذكر بالترتيب بعد 3 جولات فريق جرجيس والأولمبي البيجي في الصدارة 9 نقاط، ثم ترجي الرياضي في المركز الرابع 4 نقاط، المركز الخامس لشبيبة العمران 6 نقاط، المركز السادس الاتحاد المناسيري 5 نقاط، المركز السابع السي اس اس الملعب التونسي كل فريق في رصيد 4 نقاط، المركز التاسع المتلوي نجم الساحلي واتحاد تطاوين في كل فريق عنده 3 نقاط، المركز 12 مستقبل جابس سي ا بي 2 نقاط، المركز قبل الأخير مستقبل سيميا بنقطة واحدة، والمركز الأخير بين اتحاد بن قادرين قوافل القفصة بصفر من النقاط. نبقى مع أجواء البطولة. الاتحاد الرياضي المنستيري انطلق اليوم في عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الغد الاتحاد بن قردان. عملية البيع انطلقت منذ قليل 4:30 في مقر النادي لأسعار 4012 دينار و25 دينار. نذكر بعد الجولة هذه الجولة الرابعة للبطولة سيتوقف النشاط المحلي لفسح المجال للمنتخب الوطني للاستعداد يخوض مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كان المغرب 2025 ضد جزر القمر يوم 11 أكتوبر في رادس، يوم 15 من نفس الشهر في الكوت ديفوار على ملعب فيليكس فوات بواني في الأثنين. مدرب الوطني فوزي البنزرتي باش يعقد ندوة صحفية بعد غدوة 11 متاع الصباح في مقر الإدارة الفنية الوطنية بمقر الجامعة كما قلت يوم الجمعة لتقديم قائمة اللاعبين المدعوين وبرنامج التربص اللي باش ينطلق يوم 7 أكتوبر الجاري. ذكر منتخبنا الوطني موجود في المجموعة الأولى، فاز في الجولتين الأولى والثانية على مدغشقر 1-0 في رادس، ثم 2-1 على غامبيا في مباراة لعبت في المغرب. الترتيب بعد 2 جولات تونس في الصدارة 6 نقاط بالعلامة الكاملة، ثم جزر القمر في المركز الثاني بزوز نقاط، ثم المنتخب الغامبي ومدغشقر بنقطة واحدة. نقعد مع أخبار المنتخبات الإفريقية. الجامعة السنغالية لكرة القدم أعلنت رحيل اليو سي سي عن تدريب منتخب وسود التيرينجا، هذا إثر رفض وزارة الرياضة السنغالية تمديد عقده في ظل عدم رضا الجماهير السنغالية على مستوى المنتخب اللي تعادل 3 مرات في 6 مباريات خاضها في تصفية الكان والمونديال. نرجع للأجواء المحلية مع الفرق نتاعنا. الهيئة المديرة للملعب التونسي أعلنت عن تركيبة الهيئة المستقلة اللي باش تشرف على الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2027، والمبرمجة يوم 9 أكتوبر. الهيئة المستقلة للانتخابات باش تكون من السيد لطفي تليسي رئيس الهيئة، مقر الجلسة سيد خميس العقربي، والعضوين أستاذ ماجد البرهومي والأستاذ الحبيب صالح.
ديما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم إلى كرة السلة، البطولة المحترفة في مرحلتها الأولى بطولة البرو أ كبر اليوم الستة تتلعب الجولة الثالثة في المنزة شبيبة المنازة الدالي الريفي بكرومبيلي في قاعة جورجيني النادي الإفريقي نادي كرة السلة بالمهدية في قاعة عمار في قاعة بن عمار نجم حلقة الوادي يستضيف الاتحاد المنسيري في قاعة دار شعبان الفهري اتحاد الأنصار يستقبل نجم الرياضي السعري في قاعة حمام سوسة الجي اس كا شبيبة القروان يستضيف النجم الراتسي. الترتيب بعد زوز جولات افريقي جي اس كا والنجم باربع نقاط في الصدارة، ثم الاتحاد الانصاري اتحاد المنسيري مهدية حلق الويد ثلاث نقاط موجودين في المركز الرابع، والمركز الاخير بين المنازة جرومبيليا ورادس بزوز نقاط. إلى كرة اليد، اليوم في القاهرة تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعة التونسية لكرة اليد والجامعة المصرية أيضا لكرة اليد على هامش بطولة العالم للأندية المقامة في مصر. الاتفاقية تتمثل في تبادل الزيارات بين منتخبات البلدين في جميع الأصناف والفئات العمرية، تبادل طواقم التحكيم لإدارة مقابلات النخبة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوين المدربين في المجال الطبي والتسويقي. كما تم الاتفاق رسميا على قامت بطولة السوبر التونسي المصري باش تجمع بطل ووصيف تونس وأيضا بطل ووصيف مصر، وستقام البطولة سنويا بالتناوب بين تونس ومصر. نرجع لكرة قدم، دوري أبطال آسيا 2 المسابقة الثانية لحساب منافسات الجولة الأولى اليوم في البرنامج عطيكم الفرق العربية اللي تخوض المنافسات. كما قلت اليوم الوكرة القطري خارج قواعد فاز على رفشان التاجكستاني هدف مقابل صفر، خالدية البحريني فاز هدف مقابل صفر أيضا خارج قواعد على أسيرة من تركمانستان. نهاية الشوط الأول الحسين أربد الأردني تعادل 1-1 مع الكويت الكويتي، طياسين خنيسي أساسي مع فريق الكويت، 7 تعاون السعودي واجه القوة الجوية العراقية. دوري أبطال أوروبا اليوم الدفعة الثانية من الجولة الثالثة انطلقت مباراة منذ قليل 6 غير بعد، شختار دونيسك الأوكراني يواجه أتلانتا الإيطالي. الفريق الأوكراني فريق علي غرام موجود كأساسي حامل قميص رقم 18. أيضا في نفس التوقيت طرقت مباراة جيرونا الإسباني في نورد روتردام الهولندي، 8 للفرنسي ريال مدريد الإسباني، أستون فيلا الإنجليزي بايرن ميونخ الألماني، ليفربول الإنجليزي بولونيا الإيطالي، دينامو زغرب الكرواتي موناكو الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، شتورم غريس النمساوي بروج البلجيكي، لايبزيغ الألماني يواجه اليوفي الإيطالي. دوري المؤتمر الأوروبي من الجولة الأولى اليوم اسطنبول بشاك شهير التركي خسر قدام رابيد فيينا النمساوي 2-1، فيتوريا جيمارش البرتغالي ربح سيلجي سلوفيني 3-1. نكمل بأخبار هام برشلونة الإسباني اللي أعلن اليوم رسميا عن تعاقده مع الحارس البولوني تشيزني حتى نهاية الموسم الحالي، هذا بعد إصابة الحارس الأساسي الألماني تير شتيغن بتمزق على مستوى الأربطة المتقاطعة. على الإشارة حارس تشيزني يبلغ من العمر 34 سنة وكان أعلن اعتزاله تقريبا منذ شهر، لكن تراجع عن هذا القرار وينتقل رسميا إلى صفوف البارسا. بالرياضة العالمية كاملو فلاش سبور، إلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، الإذاعة الوطنية التونسية، راديو ناسيونال بوتين.